الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان الأوضاع في قطاع غزة ويتوافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية غدا وسط انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان والوطنية للانتخابات تؤكد العمل على تيسير عملية الاقتراع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع. كما استعرض الرئيس السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء. أضاف المتحدث أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مقر أكاديمية الشرطة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة. هذا وقد تابع السيد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص السيد الرئيس على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، وشدد سيادته على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين. وجه المستشار حازم بدوي خلال كلمة له النداء للمصريين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن. ربنا اهد على طريق الحق سبيلنا، واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
من جانبه أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في المحافظات المختلفة للجمهورية قد وصلوا جميعا إلى مقارهم الانتخابية. أوضح بنداري أنه تم تسليم أوراق العملية الانتخابية للقضاة من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى على أن يتم تكثيف الانتشار الأمني بمحيط لجان الانتخابات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء الناخبين بأصواتهم على مستوى الجمهورية. القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفاعلية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال، والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. بالتزامن مع تأمين لجان الاقتراع، سيتم تسيير دوريات وأقوال أمنية على مدار الساعة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. خطة وزارة الداخلية تعتمد على وضع خدمات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، وكذا نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات، خاصة بمحيط اللجان العامة والفرعية. سيتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، والتي تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لمراقبة الحالة الأمنية على مدار الساعة ورصد الوضع الميداني وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات. هذه التجهيزات الأمنية والاستعدادات من قبل وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاقتراع دون الإخلال بالقانون والنظام، وتؤكد على استمرار نجاح الوزارة
في تأمينها الاحترافي لكافة الفعاليات الوطنية. هي كانت ماشية كده، بس انت قررت انها تكون كده وكده. انت عارف قيمة حفاظك على بلدك، انت متأكد انها تستاهل الأحسن، وعشان كده خدت خطوة لقدام. الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة انت هتمشيها. أكد المجلس القومي للمرأة أنه يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت رئيسة المجلس مايا مرسي إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة تعد حقا دستوريا أصيلا وواجبا وطنيا على كل فرد. أضافت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائما تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة. تتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحيه في الانتخابات في روية ودون ما تأثير دعائي على إرادته. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمن انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية. وأوضح أن هناك مرورا دوريا من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان، والاطمئنان على جاهزية اللجان وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
غارات مكثفة على قطاع غزة تسفر عن شهداء ومصابين، وقوات الاحتلال تواجه مقاومة كبيرة على الأرض وتعترف بمقتل 5 من عسكريها وإصابة 15 آخرين. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالسكان في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. قصفت قوات الاحتلال منازل مأهولة بالسكان في غرب مدينة رفح بجنوب القطاع وجنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد، كما قصف الاحتلال عمارة سكنية كانت تأوي عددا كبيرا من النازحين في جباليا ومنازل مخيم نصيرات في وسط القطاع. وبحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 17,700 شهيد، وإصابة قرابة 49,000 معظمهم من الأطفال والنساء. إذن مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن لقطات حية من القصف الحالي على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وسط دعوات أممية لإنهاء إزهاق أرواح الفلسطينيين، تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فمن الشمال إلى الجنوب لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون. فبعدما ركز جيش الاحتلال هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة، وسع عملياته إلى الجنوب، حيث يحتشد ما يقرب من 2 مليون شخص باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجياً. الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بمناطق برفح ودير البلح وجبلية وبني سهيلة والشيخ ناصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 62 شهيداً و99 مصاباً وصلوا خلال الساعات 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 70 شهيداً و160 مصاباً. وفي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات، تواصلت المواجهات بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة، بما يشمل عمليات برية وقصفا جويا وبحريا نفذها جيش الاحتلال الذي أعلن احتدام القتال خصوصا في قطاع خان يونس، واصفا إياه بأنه معقل مهم لحركة حماس. من جهتها أعلنت حماس أن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد المحتجزين، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة محتجز، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير الرهائن، كما ارتفع قتل الجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 90 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع. وفي هذه الأثناء تواصل الفصائل الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة. وأوضحت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في غرب مخيم جباليا وشمال مدينة خان يونس وشرق حي الزيتون
بمدينة غزة، مشيرة إلى تمكنها من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف قوات راجلة ومبان متحصن بها عدد من قوات الاحتلال، مؤكدة أنها أوقعت قتلى ومصابين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده خلال معارك اليوم في محاور قطاع غزة، 4 منهم من خان يونس. كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 15 جنديا وضابطا بإصابات خطيرة خلال المعارك. وأشار المتحدث باسم قوات الاحتلال أن من بين قتلى القوات الإسرائيلية اليوم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الحالي الذي قتل ابنه في المعارك قبل يومين. وبحصيلة اليوم يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية التوغل البري إلى 102. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجة للأوضاع المتفاقمة في القطاع ونقص الوقود. وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في القطاع وما سينجم عن ذلك من انتشار للأمراض، لافتا إلى معاناة مناطق شمال غزة من توقف خدمة الإسعاف نتيجة لنقص الوقود وتوقف كافة المستشفيات عن الخدمة نتيجة الحصار أو الاستهداف أو نفاد المستلزمات الطبية الخاصة بها. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شعب متأثرا بإصاباته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في بلدة دورة جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. أكدت السلطات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني وهو ينزف، وذلك دون السماح بتقديم الدعم الطبي له، ما أدى إلى استشهاده. فيما أكدت عائلة الشاب الفلسطيني أن قوات الاحتلال استولت على سيارتين وسرقت مبالغ مالية من المنزل وحطمت محتوياته. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الفلسطينيين بمدينة أريحة واقتحمت مخيم عقبة جبر، حيث دارت مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين حاولوا التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال. وإلى لبنان، حيث أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفرقة 91 العسكرية في شمال إسرائيل، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة. جاء ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدة عيت الشعب لغارة جوية إسرائيلية عنيفة، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات. وتزامنت الغارة الإسرائيلية مع قصف مدفعي تعرضت له ساحة بلدة مارون الراس، فضلا عن الأطراف الجنوبية لبلدة محبيب في جنوب لبنان. وفي سياق التصعيد على قطاع غزة، حذرت قوات الحوثي اليمنية جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل، لافتة إلى أن تلك السفن ستكون هدفا مشروعا لهجماتها في البحر الأحمر. ذكر المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أنه تقرر منع مرور السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أي جنسية، وذلك حال عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. شدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة،
معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة. ووصف الرئيس الفلسطيني الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء فلسطينية في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة لسياساتها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي. وأكد عباس أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب الفيتو الأمريكي. اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التطورات الأخيرة تظهر فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين والإجحاف بحق القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير الدولية بشأن المدنيين في العالم. Every further day means lives lost. Humanity must prevail. الأمن وصفه ولكن يبدو أنه ليس فعلا. فقد أخفق مجلس الأمن للمرة الثانية في إمرار مشروع قرار يوقف المجزرة التي يشهدها قطاع غزة. الولايات المتحدة قدمت رخصة مستمرة للحليفة إسرائيل لارتكاب مزيد من القتل والتجويع بحق الفلسطينيين العزل في خطوة ستزيد من عزلتها الدبلوماسية. فمن بين 15 دولة وقفت الولايات المتحدة وحيدة تلوح بحق الفيتو معللة أن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولا ندري عن أي واقع يتحدثون. بريطانيا اكتفت بالامتناع عن التصويت ولقي مشروع القرار دعما من نحو 100 دولة وسلط الضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما دعا النص إلى حماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول مساعدة إنسانية. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن جاءت بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة والتي حذر خلالها من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. For the protection of civilians and for the urgent delivery of life-saving aid. وما بين الانتقاد والتنديد جاءت ردود الفعل على نتيجة التصويت، ووصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور النتيجة بالكارثية، مؤكداً أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، فيما اعتبره رئيس الوزراء محمد شتية وصمة عار. التاريخ لن يرحم من استباح وقتل بدم بارد ومن وقف مكتفياً بدور متفرج.
قدمت فلسطين و17 دولة مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية لمطالبة إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة. ومن المقرر أن يتم النظر في النص غدا الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هذا ويعرب مشروع القرار عن القلق العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية والضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة في قطاع غزة. طالبت اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة بالتحرك الجدي والفوري لوقف العدوان والمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. خلال لقاء مع نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية الفلسطينية من حزب الخضر مارغريت أوكن، أكد وفد اللجنة أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، مستعرضا ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستوطنين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، فضلا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل. قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني وذلك للمواطنين الراغبين في العودة إلى مصر من قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة لتسهيل عودة المصريين وأسرهم من القطاع إلى أرض الوطن. وأوضحت الوزارة أنه فور ورود البيانات سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. وتهيب الوزارة بالمواطنين المصريين في قطاع غزة إلى قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة. وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه وذلك أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدول الأجنبية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه 100 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، بينها شاحنة وقود تحملان 60,000 لتر سولار لتشغيل محطات الكهرباء وغيرها من المرافق. كما استقبل معبر رفح اليوم 10 من مصابي العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. قال كارلس كاو نائب مدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إنه يجري اختبار عملية جديدة لفحص المساعدات المقدمة لغزة عند معبر كرم أبو سالم. أوضح سكاو أن الجهود للحصول على تصريح لدخول الشاحنات عبر المعبر وزيادة عمليات الإغاثة ما زالت مستمرة، مضيفا أنه يتعين السماح للشاحنات بدخول غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم لتخفيف الوضع الآخذ في التفاقم بالقطاع. أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في عام 2024 وذلك في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه سيتم التركيز في غزة على الاستجابة الطارئة المنقضة للحياة واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية. أضاف التقرير أن المساعدات في الضفة الغربية ستقدم المشاريع الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي وستوفر خدمات الحماية
مثل المساعدة القانونية أو المساعدة المادية للأشخاص المتضررين من عنف المستوطنين أو مصادرة الممتلكات الخاصة أو خسارة سبل العيش، وسوف تدعم حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم في حالة الطوارئ. رحبت مصر بإعلان أرمينيا وأذربيجان تبني إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين. في بيان لوزارة الخارجية ثمنت مصر كافة الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى هذه الخطوة سعيا لتحقيق السلام في منطقة جنوب القوقاز بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين. أعلنت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني استهداف 6 مجموعات تابعة للجيش الروسي ومحطة حرب إلكترونية واحدة خلال 24 ساعة. وأضافت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 14 صاروخ كروز روسيا فوق سماء البلاد، مشيرة إلى وقوع 95 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في وقت تواصل فيه القوات الروسية محاولاتها لتطويق منطقة أفديفكا الاستراتيجية في أوكرانيا. نددت الفلبين بما قالت إنها تصرفات غير قانونية وعدوانية تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي. أوضحت السلطات الفلبينية أن خفر السواحل الصيني أطلق مدافع المياه على سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفلبيني، وذلك خلال مهمة اعتيادية للتزود بالإمدادات. بحثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مجموعة واسعة من المبادرات الثلاثية بما في ذلك الالتزام بالتشاور بشأن الأزمات الإقليمية وتبادل بيانات الدفاع الصاروخي الباليستي وجهودهم الجماعية للرد على استخدام كوريا الشمالية للعملة الرقمية المشفرة لتوليد إيرادات لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة. وفي بيان له أكد البيت الأبيض أن اللقاء الذي جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تانج يونغ والياباني تاكيو أكيا شهد مناقشة الخطوات التالية في التعاون الثلاثي بشأن الأمن الاقتصادي بما في ذلك مبادرة الإنذار المبكر لسلسلة التوريد وجهود مؤامة استراتيجيات البلدان الثلاثة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجهود بناء القدرات في جميع أنحاء المنطقة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. وأوضحت المؤسسة أنها تحمل على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التي تمس حياة المواطن، على رأسها تلك القضايا مفهوم المواطنة الفعالة. ويأتي من هذا المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها في تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية. هذا وقد أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية جمصة التابعة لمركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. شهدت هذه القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. القافلة بتقدم خدماتها الطبية من ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الخدمات اللي مقدمة في القافلة بتتقدم للمريض بشكل مجاني، من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالكشف بالرقم القومي الخاص به مرورا بالكشف بالعيادات. المريض بيقطع التذكرة وبيتوجه للعيادة المطلوب الكشف بيها، الطبيب بيبدأ يحوله لو هو عايز يعمله تحليل طبي فبيتم في المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل. لو الطبيب شايف إن المريض محتاج أشعة عادية أو أشعة سونار
الدمار بعد ما يتم الكشف عليه، فبيتم برضو من خلال القافلة إنهاء الخدمة للمريض. بتتم في القافلة بأن هو بيتوجه للصيدلية عشان يصرف الأدوية الخاصة به. الصيدلية النهاردة فيها أكتر من 150 صنف دوائي موجود عندنا النهاردة في حياة كريمة. موجود قافلة طبية الحمد لله فيها جميع التخصصات ومتاح العلاج، والحمد لله الناس كلها مبسوطة إن موجود التخصصات كلها. هلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال، تتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به. وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ والمرافق الغنية إسحاق أسي، أكد جمال الدين أن التعاون مع غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية، خاصة لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب أفريقيا. من جانبه أعرب إسحاق أسي والوفد الغاني المرافق له عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانيها، مؤكدا على وجود فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ. ارتفعت صادرات مصر خلال عام 2022 بنسبة تقدر ب 19.4% لتصل إلى مستوى 52 مليارا و100 مليون دولار مقابل 43 مليارا و600 مليون دولار خلال عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 35 مليارا و500 مليون دولار عام 2022 مقابل 32 مليارا و600 مليون دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%. هذا وبلغت قيمة الصادرات البترولية نحو 16 مليارا و600 مليون دولار عام 2022 مقابل 11 مليار دولار عام 2021 بارتفاعا بلغت نسبته 50.1%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات. سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 75 دولار و84 سنت للبرميل بارتفاع نسبته 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71 دولار و23 سنت بارتفاع نسبته 2.7%. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل إلى دولارين و58 سنت للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.15% لتسجل نحو دولارين و58 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيارا بموقف منظمة أوبك بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل استباقي أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر كوب 28 في دبي. أشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ستعمل على ضمان التوصل إلى نتيجة مثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة مع ضمان حصول الجميع على الطاقة. أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر ضرورة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المنتظرة. وعقب اختتام رئاسة كوب 28 ووكالة الطاقة الدولية جلستهما الحوارية رفيعة المستوى، أشار الجابر إلى أهمية دعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرال بتكلف
المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في مؤتمر المناخ، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. Of ministerial pairs that will help us get to the goal line. And I'm here. قال نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي فابيو ناتالوسي إن الدول الناشئة تحتاج إلى تمويلات بقيمة تريليوني دولار سنويا حتى عام 2030، بما يعني الحاجة إلى 14 تريليون دولار في 7 سنوات لتمكينها من مواجهة تداعيات تغير المناخ. هذا وأضاف المسؤول أن ذلك يعني الانتقال من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، أي مضاعفته 4 مرات. وشدد على أن القطاع العام لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، فهناك مستويات عالية جدا من الدين بعد فيروس كورونا، والمخرجات المالية ومستويات الفائدة أيضا أعلى بكثير، لذلك هناك حاجة لجلب القطاع الخاص، حيث تشير التقديرات إلى ضرورة ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من نحو 40% اليوم إلى ما بين 90 و80%. ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند تسعى لجعل مركز جافت ساتي المالي غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام. وقال مودي أن الهند تسعى لتوسيع دور جافت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية ينتمي إلى عصر جديد. وجافت للخدمات المالية العالمية هو مركز مالي بيهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة، لأنه يوفر حوافز مالية وبيئية تنظيمية أكثر تيسيرا. On last mile delivery, in usulon ko lekar ke jo chalte hain. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلس، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية. ويقلص هذا القطار الفائق السرعة وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. We're investing $3 billion on this rail line so folks can make that trip in over. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وريهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة. أطلقت الصين صاروخا إلى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد. أوضحت وكالة الأنباء الصينية أن الصاروخ يحمل على متنه 3 أقمار اصطناعية تم إرسالها إلى مدار مخطط له قبل دخولها الخدمة. نتحول في نشرة التاسعة لأهم أنباء الرياضة. مع أخبار الرياضة نعود من جديد إلى فاطمة خليل. شكرا فاطمة. إيمان، شكرا ريهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. حصد الأهلي لقب السوبر المصري لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 26-24 على صالة زايد في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 12-11. ورغم عودة الزمالك للمباراة في الشوط الثاني بقوة، إلا أن الدقائق الأخيرة شهدت تفوق النادي الأهلي، وهذا هو أول لقب سوبر مصري في تاريخ الأهلي بعدما فاز الزمالك بنسختي 21-22، بينما توج سبورتنج بلقب نسخة 2019. حقق الزمالك الفوز على نظيره
ساغرادا الأنجولي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية. سجل هدف اللقاء أحمد سيد زيزو ليقود الزمالك للفوز الثالث تواليا في مجموعات الكونفدرالية، ويحقق الفريق الأبيض العلامة الكاملة ويبتعد بصدارة المجموعة. في الدوري الإنجليزي حقق ليفربول فوزا متأخرا جديدا، وهذه المرة على حساب مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 بافتتاح الجولة 16 من الدوري الممتاز. افتتح بالاس التسجيل عبر فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 57 قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 76 وهارفي إليوت في الدقيقة 91. بذلك وصل النجم المصري لهدفه رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. في الدوري الألماني تلقى بايرن ميونخ هزيمة مدوية خارج أرضه على يد إنتر أخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في إطار منافسات الجولة 14. تلك النتيجة أضاع بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بتوقفه عند 32 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز فرانكفورت للمرتبة السابعة برصيد 21 نقطة. كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستقام بها بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية. تقام البطولة في السعودية لأول مرة في الفترة بين 12 حتى 22 من ديسمبر الجاري. تشارك 7 أندية هي الاتحاد السعودي والأهلي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني وكلوب لين المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وفلومينينسي البرازيلي. يفتتح اتحاد جدة المباريات بمواجهة أوكلاند سيتي في الدورة التمهيدية الثلاثاء المقبل. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لريهام وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. جرفت الأمواج الآلاف من الأسماك النافقة في شمال اليابان، وذلك على امتداد شاطئ طوله أكثر من كيلومتر بمحافظة هوكايدو اليابانية. ويتزامن توقيت الواقع مع موسم هجرة السردين جنوبا من هوكايدو، غير أن باحثين في معهد هاكوداتا لأبحاث المصايد أكدوا أن أسباب انجراف الأسماك بهذا الشكل غير معروفة على وجه التحديد. هذا ويحاول مسؤول المدينة الساحلية الوقوف على سبب الواقعة. هلأ مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هام، شكرا إيمان، وعودة إليكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 24، الصغرى 14، الإسكندرية 23-13، مطروح 23-12، بورسعيد 22-14، الإسماعيلية 24-13 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 24-13، العريش 22-11، طابة 22-13، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28-14، أسوان 31-15، الوادي الجديد 27-9، شلاتين 29-22، حلايب 28-22 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان الأوضاع في قطاع غزة ويتوافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي يشهد اختبارات لكشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية غدا وسط انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان والوطنية للانتخابات تؤكد العمل على تيسير عملية الاقتراع. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا ريان؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام. 9 صباحا نبدأ الانتخابات ان شاء الله، مرحلة جديدة وانتخابات جديدة ومرش 4 مرشحين. عرفتوا اللجان بتاعتكم فين؟ انا عرفت جاهزين؟ طبعا عرفت من زمان يعني. جاهزين للجان الانتخابيه. وعمر بيقول لي في كيو ار كود على الشاشه، اي حد بيتفرج علينا يقدر يسكان الكيو ار كود هيقدر يعرف بعد كده، يعني بتفتح له بقى الموقع بتاع الهيئه، يدخل الرقم القومي، هنعرف بقى احنا رايحين ننتخب الصبح الساعه 9 صباحا لحد 9 بالليل ان شاء الله. واحنا كمان هنا على شاشه التلفزيون المصري التغطيه هتبدا من 8 صباحا لغايه ان شاء الله 9 بالليل يوميا على مدار 3 الايام ان شاء الله الخاصه بالانتخابات باذن الله. والله ده ربنا يكون في العون، يعني الاولى هتعمل شو ان شاء الله. الله يبارك كما جرت العاده. كان الله في عون الزملاء اللي يعين يفضلوا قاعدين شغالين من 7 كمان، يعني اذا كانت التغطيه تبدا في 8 ده معناها ان الناس غالبا هتبقى بايته من دلوقتي يقعدوا يشتغلوا كلها تقريبا ايه، احنا بنتكلم في 9-11 ساعه من دلوقتي ويبدا العمليه باذن الله. اذا نتوكل على الله. اشكرك ايمان واشكرك ريهام. شكرا يوسف. واستاذنكم نبدا فقرتنا.